مسافر تريزي ديجا داروا كيفاش نقولوا حاجه كنت نحلم تكون في حاسي مسعود. دونك لا بريزونطاسيون تاعي اليوم راح تكون قسمه دو بارتي. راح نحكي حكايتي ملي كنت اتيديونت حتى الى يومنا هذا. راح تلقاو هكذا تسمعوا الحكايه تشوفوا حاجه اللي تساعدكم وتاخذوها، باسكو كل واحد فينا عنده حكايه، كل واحد فينا عنده كيفاش يتعلم منها ولا كيفاش يشاركها مع الناس. لو بلوز امبورطون سي دو كري ان كونتكست لي ادابتي لي هذيك الحكايه. ابخي راح يكون كيفاش نقولوا تيبس ولا ادفايس اللي نقدر ندهم ونشاركهم معاكم ك كعاملة هنايا، ومن بعد نفتح المجال أهم فقرة اللي هي الأسئلة والأجوبة، باسكو هنا أهم شيء أن نسمعوا بعضنا ونستقصوا بعضنا ونجاوبوا على بعضنا، هذه أهم يعني فرصة اللي رانا مجتمعين عليها. دونك سلمى بوكوش من مواليد حاسي مسعود، قريت هنايا من الابتدائي حتى الثانوية، وبعدين انتقلت للجزائر العاصمة، قريت في المدرسة العليا للإعلام الآليف، فاختيار التخصص كان من ليسي، تقدروا تقولوا من ليسي كنت حابة ندير ماتيلان، ومن بعد قالك نو 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 ماكانش في ليسي، دونك ديريكسيون تيفيك، دونك كي ديسيديت كي ديك الباك ديسيديت فريمون نخير واش راني حابة، وكنا ثاني دفعة تاع نظام الأقسام التحضيرية. قريت من 2010 ل 2015 في المدرسة العليا، كانت عبارة عن نظام أقسام تحضيرية، دونك عامين، ومن بعد ديك ننتقلوا للمدرسة العليا، وفي السنة الرابعة درنا تخصص أنظمة معلومات، سيستم دانفورماسيون اي تكنولوجي. أبخي اون 2015 تخرجت وعاودت وليت لحاسي مسعود. جويلي 2015، والسؤال اللي كان عندي كأي متخرج كأي طالب يتخرج يحوس واش راح ندير بحياتي، باسكو عندنا توندونس نقراو لو بلانينغ تاعنا نسقم، لو بلانينغ تاعنا معدول، نوض الصباح على بالك واش كاين تروح تقرا الكور الفلاني من 9 ل 10 ومن بعد تصيد روحك الفيد. دونك هذيك لا بيريود كانت بزاف صعيبه، تسمى بعد التخرج نهضر موان جويلي و زعما على بالك شنو باش دير اون باراليل، راك تشوف لي زامي تاعك راهم يافونسيو بطريقه عاديه، يعني تبدا تشك تقول او تسمع انا سافا با ولا كيفاش، باسكو علاه كي تتخرج عندك نقدر نقولو كات اوبسيون، سوا تروح تخدم، سوا تكمل قرايتك، سوا تحل البزنس تاعك، سوا تروح للخارج بالك تكمل قرايتك ولا تلقى فرص عمل. هي فوق بوسيبل هي واحد الخارج يبدا ساعة يكمل قرايتو باه كيفاش نقولوا يبدا يخدم. دونك بار اليميناسيون شفت بلي لوبسيون تاع نروح للخارج ما كانش، يعني ماهيش اصلا في كيفاش نقولوا ماهيش اصلا في لي زوبجيكتيف تاعي وبلي كونترينت اللي عندي وبالكونتكست اللي كنت فيه، دونك ما كنتش نشوف روحي في لاترونجي في هذيك لا بيريود. دونك واش بقى؟ قال كل قرايتي نحوس على خدمة ولا نفتح بزنس. نفتح بزنس كان ثاني لي تري تري امبيسيوز، باسكو انا ما قريتش بزنس، ما عنديش اسي دو باجاج، اذا راح نفتح بزنس على واش راح نفتحو، يعني حالة من الضياع هكذا. دونك واش بقاو؟ بقاو دو اوبسيون، سواء دبر خدمة سواء نكمل قراية. دونك لوبسيون اللي كانت جويلي اوت قدامي سي نكمل قرايتي، دونك نكمل قرايتي اسهل حاجه انا كنت فيسبوك نشوف بداو يانونسيو هذوك لي كونكور تاع دكتورا يانونسيوهم جينيرالمون الى يومنا هذا جويلي اوت، كاين دي جروب
شفت طلعت لقيت عندك شغل بدات هكذا وحدي بدات شغل يرجع لي نسبة بلي هو كابابل نلقى طريق يعني دونك باش بعد نفهمكم بلي هذيك المرحلة مرحلة طبيعية افيك بروكيل فهمت بلي مرحلة الضياع بعد التخرج هي مرحلة طبيعية نعيشوها كامل هذا أول درس تعلمته هذيك يعني افيك بروكيل ثاني درس تعلمته انه بلي مش نكونهاري روحي الحتة واحد الحتة باركو كل واحد عنده كيفاش نقولوا التراجي تاعو بعد التخرج عنده باركو ما نحوسش انا نقول ميم لا كيسيون هذيك اللي ترجع لي اسك مليح نلقى خدمه جوست مور لما نتخرج ولا نرتاح شويه وبعد في زوج ماهمش غالطين وفي زوج يقدروا يكونوا صحاح باسكو كل واحد عنده لو كونتكست تاعو كاين اللي محتاج يريح بعد ما ضرب 5 سنين هو يقع ويخمم هكذا ومن ثاني لقيت بلي كاين ناس يديروا ميم اني صاباتك يروح يجرب حوايج واحد اخرين من غير القرايه باه يلقى روحه ولا يلقى كيفاش نقولوا الاهتمامات تاوعو ولا ميولاتو ابغي دونك فوت اونتخ تون كنت نتبع لي زوبورتينيتي اللي كاين وبديت ندخل باسكو ما كنتش فريمون اكتيف هذا لي ترينينغ وكامل يعني ما كنتش نروح نحضر هكذا كيما نقولوا دورات تدريبيه لقيت اول دوره تدريبيه تاع بيلد يور بزنس حضرتها دونك بغيت شغل بالك تعلمت هكذا ديموسيون على البيزنس تعلمت وكان ترينينغ اوف ترينرز وكان الانجاجمون تاعنا انه نرجعو نديرو في الولايات تاعنا ورجعت درت هاد المال في هاد البلاصه بعد في هاد البلاصه فيزيون بيزنس حسين مستعد دونك هادي ديجا دخلتني في ان نتورك جديد ولا عندي معارف جدد من غير هادوك لي كنقولو لي معارفنا باش كي كانوا في البرومي جور كانوا يسقسيونا يقولوا مثلا علاه جيتو لهاد التريننغ انا قلت لهم ديريكتومون بلي جايه نتعلم بيزنس جون نتعلم باسكو عندي اهتمامات درت لي بروغرام اندرز وقت اللي كنت طالبه جامعيه دونك مادا بيا نزيد نتعلم اكثر وبعد نلقى نص لي في لاطاب لقى لي كيما نديرو نتوركين هذا نتوركين هذا المصطلح سمعته اول مره تسمع نتوركين يعني دير معرض وبقيت يهضروا عليه دو فاسون بوزيتيف الوغ كو انايا في راسي المعرفه حاجه ماهيش مليحه دونك تما تغير المفهوم تاعي للمعرفه راني جايه نقول لكم من بعد وعلا لقيت بلي فوالا عندي شغل بالك يعني نبدل رايي في المصطلح هذا لاني انا فاهمه بلي المعرفه حاجه ماهيش مليحه طول ابخي اوتر طون راني موجود في البروجي تاع الدكتوراه هذا ثاني بروجي وحده جا ان اوتر ترينينغ تاع مع توجور مور لورنينغ مع كارل كونسلر ياه كيفاش دير التعاون مع الناس باه زعما يديروا لا كارير تاعهم شغل قلت انا ضايعه ضايعه قلت انا راح نتعلم كيفاش نقولوا ندير لا كارير تاعي بعد معليش نعاون الناس ونعلمهم كيفاش يخدموا لا كارير تاعي بصح هذاك التريننغ كان تيرنينغ بوينت نقطة تحول جونغ كي درتو قلت واو جونغ من النهار الأول واش عطاونا ليكزارسيس قالوا لنا واش عطاونا لي زوبجيكتيف تاعكم جونغ هادو لي تريننغ توجور لو بروميي جور كيكونو بلوزيور يقول لك اكتب لي لوبجيكتيف تاعك فين لقيت بلي تهضر وكانت لي دارت لنا تريننغ لطيفة دهان كاير ديفلوبمنت سبيشاليست هذاك الوقت فورد مرموز وهي بنت الحاسين دوك هذه بنت الحاسين تلاقيت بها المرأة في الجزائر وكي كانت تهضر قلت واو يا هذه الحاجة اللي راني حابة نديرها بصح أول شغل نطبقها في روحي وبعد نطبقها مع الناس فهمت بلي شغل شحال هذه شغل لي كيسيون تاع أنت واش تحب وشنو هي البيرسونال جو عمري ما خممت نسقسي روحي وشنو هما لي تخي دو بيرسوناليتي تاعي اسكو لي ماشي واش الصفات تاعي عمري ما نسيت نحوس شكون انا
En kijk, als dat ik de training kan نقطة بداية إنه طالما ثاني واحد ولقى هكذا فيها دبي يقول لك بيرسوناليتي سكيلز انترست معلش بعد انا هاد لي كيسيون كامل عمري ما سقسيتهم يعني عمري ما حوست نعرف وشنو السكيلز تاعي يعني الكفاءات وشنو هما الاهتمامات تاعي وشنو هم شخصيتي وشنو هي ايه والرابعة هي اوبجيكتيف وشنو هما اهدافي هادو كامل سجلت فيهم. ومن بعد التم
كيفاش نقولوا سجلت فيهم زعما باش نروح نجوز ثلاثه قالوا لي غوفل قالوا لي شغل الدوسي اصلا تاعك ماهوش كونفورم ثلاثه جوزت فيهم وما جبتش ما جبتوش وثلاثه واحد اخرين انا ما رحتش مي صرا واحد ديزيفيرمون تاع درت كفاروش على دكتوراه في الجزائر امبوسيبل امبوسيبل خلاص شغل نحيت هاد لوبسيون لا عوده ثاني شوف اكزاكتومون دكتوراه اليمين الخدمه اكتوبر في اكتوبر رجعت حسين سعود كملت هذيك لا تورني تاع الجامعات ورحت ديبوزيت في بلاصه تما دوكا رحت لهم ومن بعد شغل رجعت هذاك الوقت جاي نهضر على حاجه قالت لي ايماني ايماني قالت لي فوالا سلمى كاين بوست اسك راكي انتيريسي قلت لها وي قالت لي بعثي لي سي في قلت لها سي في قالت لي نروكوموندي نرجع من بعد حكايتي نروكوموندي ايه قلت لها داكو نروكوموندي واش معناها نحكم السي في ونكتب عليها تخدم ريكومونداسيون بلي ما عرف هاد الفلان درت معاه هاد الفلان واللي يستاهل زعما اوبورتونيتي واش معناها كي نروكومونديك نبعث ما نقولش يا ربي دخلوك تعرف الفرق وجاي نحكي من بعد على الفرق بين المعرفه والريكومونداسيون النتورك والريكومونداسيون ابخي يا مات هكذا عيطوا لي رحت جوزت وما جبتش لوباس ابخي ومن بعد انا عاودوا عيطوا لي دوزيام فوا مي انا فهمت بلي راك شغل دومي فيزا كوم سي راني طلعت زعما جو دير نجحت في التست الاول راح نجوز في التست دوزيام فينالمون تست دوزيام كيفاش نقولوا كي رحت نجوزو سيتي بوغ ان اوتر بوست سي تادير ما قالوليش ما عرفت انا في التليفون ما فهمتش بلي سي ان اوتر ديبارتمون سي ان اوتر بوست سي ان اوتر رحت جوزت في هذاك لو دوزيام تيست مي سيتي اون اوتر ايكيب وهذاك فينالمون ما نجحتش فيه باسكو ريكروتاو الناس ودخلوا يخدموا من بعد كي رحت جوزت هذاك الانترفيو يا جوغ كان هكذا جوري هكذا في طابلة كانوا أربعة من الناس وأنا كنت هنا ونسيت زعما نكون كامل سبونتاني باش نعرف نقول باش ما نعرفش وبعديتك قبلوني في التاسك وبديت لو بروميي بوست تاعي سيتي هنا في شون بيرجي كونداتا ماناجمنت انجينير في البروجي ال تيوران تاع سوناتر خدمت ابو بخيري مي اونتر تو سيتي لو بروميي جوب تاعي يعني اول تجربه مهنيه اللي نخدم فيها مع الوقت شغل عرفت باللي نو جو نو سوي با فيت بور لانفورماتيك و بور لي زيكرون و بور نو سي با نورمال يعني اونتر تو شغل صراع انه في راسك وماكش قادر تعبر على هذا الصراع ولا قادر تخرجه باسكو لا ما عندي لا ديبلوم في حاجه واحده اخرى ما عندي اكسبيريونس حاجه واحده اخرى عندي غير ديبلوم واحد اللي هو سيستم د انفورماسيون اي تكنولوجي دونك ما باش نجيستيفي لو شونجمون دو كارير تاعي صعيب يعني صعيب مي كنت على بالي بلي يعني نو وما واش طرا اون 2000 كانت بدايه الازمه تاع فان 2015 2016 شغل سقوط هر ومن بعد صراو هكذا ومن بعد حبس لو بروجي يحبس لو بروجي باي باي ا تو موند فان كونترا عاودت وليت لدار دونك هادو لي زاكسيدون ولا هادو كيفاش نقولوا العوامل الخارجيه يتحكموا حبينا ولا كرهنا في سوق العمل تسمى كي تدخل سوق العمل ماهوش كيما الاكاديميه اللي كيما قلت لك تروح تقرا صباح تجي العشيه هذاك الموجود
qui t'entrent, une fois t'entrent le marché d'emploi, c'est autre chose. C'est que je prends des hauts et des bas, c'est très varié. On a déjà eu un peu pour l'asthme, si elle a eu un peu. Mais, اي حاجه تصرا في المارشي تقدر تاثر عليك انت كعامل بسيط في المؤسسه اللي راك تخدم فيها. قعدت خمس شهور هكذا بون خمس شهور من ثالث لخمس شهور كان كاين كاع دوك انا بروفيتيت الماكسيموم. انا كنت على بالي بلي خلاص انفورماتيك والله ماني قادره نكمل سي بون يعني وجات لوكازيون تاع لازم كيفاش لازمني نخرج يعني كيفاش لازمني نبقى طريق. ديسيديت ندير زوج حوايج نبدا بلوك او موان ندير لا مارك تاعي او تخرج تسمى حكيت البلوك تاعي و اونتخرج نكمل في ليزاكتيفيتي تاعي نروح ناسيستي دي فورماسيون و حضرت على ليدرشيب كومونيكاسيون و بديت تاني ندير لي كونفيرونس حابه نبدل لا كارير تاعي جونغ انا و بديت لي كونفيرونس كيما مع ايساك اي تو في سبتمبر 2016 حتى لأكتوبر 2016 كاين تي واحد الشركة هنا في حزي تقول لي السي في تاعك راهو عندنا ما كيعيط لي تقول لنا ما بوستوليتش عندك هكذا دير انا ما بوستوليتش عندك من بعد قلت له قال لي واحد زعما نتناقشوا نهضروا وكذا من بعد كيفاش عرفت بلي كيفاش حكيت هذاك السي في كي تخرجت واش درت كنت امبرينيت باكي تاع لي سي في وفرقتو على خلق الله بكل لي نعرفو لي ما نعرفوش الجيران لي زامي لي زامي تاع لي زامي وهذاك السي في وصلنا لهذاك الانسان دونك السي في تاع كيلو وكانت الحكايه واش قال لي في قال لي عندو تسع شهور دونك قصدي دونك لوز هوب يعني الواحد كيفاش الفكره اللي حابه نوصلها ان الواحد لازم ياخذ بالاسباب ما يقولش ما كانش ولا ما عنديش ولا على بالنا بلي كاين دي ديفيكولتي على بالنا بلي كاين دي كونتخيل على بالنا بلي بعد قليل غير راه من الفرق اللي سيدي واو جوغ يعني وعجبتني يعني الفكره انه ابخي نوف موا عاود استعمل كيفاش نقولوا لو سيدي عيطت لي ومن عيطت لي لي مونطور تاعي كنت نحكي كيف لي مونطور هادو لي مونطور ناس بروفيسيونيل باسكو بروفيسيونيل يفهموك من داك كيفاش تخمم وتقدر تشاورهم باسكو ما عندكش معاهم علاقه شخصيه ما عندكش معاهم مصلحه شخصيه دوك انا عيطت للناس هادو اللي نقول لهم انا مونطور بان كلكم قلت لهم شوفوا 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 من بوست كان فورمات واش قالوا لي اجمع جمهور مانتورز تاعي قالوا لي جربي نبدا تحكم جامي تحكم على ليكسبيريونس بلا ما تجربي قلت لهم وانا خاطئ قال لي انت ما كيخصنا والو روحي جربي بالك تبدلي رايك بالك يعني رحت جوست سمعنا في هذاك لو بوست بعد خلاص سيتي ديسيزيون فينال انا غير الانفورماتيك هذيك ما بديتش نخدم فيها باسكو لو بوست سيتي ديفلوبور انا ما نقدرش نكودي ونقعد مع ايكون حد هكا نهضر مع الناس نكومونيكي مع الناس وبديت نعرف ديجا بديت نعرف التوجهات تاعي بلي جوغ نحب هكذا نقصر نحكي اي تو ابخي ديميسيونيت نقولها ريزيلياس ما نقولهاش ديميسيون باسكو ما كملتش اصلا عشر ايام اون توكا ومن بعد يزيد تاني ومن بعد في الدار وعلى كيلو سي ما ديسيزيون سي ما كارير سي انا اللي نتحمل المسؤوليات كامل قراراتي دونك خلاص كي تخرج بلا كارير تاعك اتحد بها مشكلتك تلقى خدمه ما تلقاش خدمه بروبليم في البلاد ما كاينش بروبليم اتحد بهذيك لا كارير بالدراسه اللي قريتها هكذا لازم تخمم تاعنا يكون هكذا كوم سي هذا الكارير تاعنا هي البيزنس تاعنا المشروع تاعنا لازم نصرفو ابخي ثاني قعدت شوماج حتى ريكومونداسيون استعملت الكلام هذا من طالبات الماناجر اللي كان يخدم معايا في البوست الاولاني ريكومونداني ان دوزيام بوست قال لي سي تو انتريسون
وعنده زيان بوست ما صحبش في الدومين تاعي. فهمت بلي كنت نبحث اصلا كيفاش الناس تبدل كارير. فهمت بلي باش الناس تبدل كارير لازم تخدم في الدومين مش الدومين تاعها. باه تكسر لو سي في. كي تكسر لو سي في نكسر لو سي في سوجو نكسر لو باركور دانفورماتيسيان وبعدين ديفلوبي نتورك. تسمع لازم نتعرف على ناس واحد اخرين اللي تسمى. هذو الناس اللي يبداو يفتحوا لي Email de motivation. Quand on pense à l'assistant de recrutement, je croyais que
job description, طريقة النقاش المطلوبين، وشنو سيد تحكي من هذا الكليتاش، كيف نكسب العلاقة، نرجعها، شغل بلي أنا هذا الكليتاش راهم عندي باك جراوند فيهم، سيتادير بلي راني خدمت في موفمون اسوسياتيف، راني ندير في لوريونتاسيون مع لي زيتيديون، راني وهذا ما نكذبش عليكم، الفالنتيرينغ. هو اللي عاوني باش ندير براندينغ تاع لا ليتر تاعي شغل كي بديتها بدات كامل على ليزاكتيفيتي دو فولونتاريا بلي انايا نقدر نخدم على العباد باسكو شنو اغاش لازم تعرف تكومينيكي وتخدم مع وتقدر تخدم مع لي ديفيرون بروفيل ديفيرون كاتيجوري تاع لي جون ابخي كي كتبت لا ليتر عمرتها كامل ابخي 3 جو عيط باسكو شاف بلي كسرت راسي وانا نكسب هذيك لاليت هكذا وها واش نقدر ندير ها واش نقدر ندير ها واش نقدر ندير اون كيلكو سوغ تبيع لو بروفيل تاعك دير له ماركتينغ باه دير له ماركتينغ خاصك تبان في المجموعه ما تبانش في المجموعه دوك انت كيما المجموعه وهذا عمري ما عرفتها عمري ما دخلت لهم ودوك راني نخدم معاهم فهم اسيستون في الريكروتمون فريدمان دونك هذه الاستوار تاعي كامل كيفاش لقيت خدمه او الى يومنا هذا راني نخدم معاهم اونتر طون جي ديفلوبي ما كارير في اوتر شوز جونك جو كونتينيو ا فير دو بينيفولا جو كونتينيو ا فير دي اكتيفيتي ا فير دي كونفيرونس مي هاد الشيء كسب لي بلوس دو كريديبيليتي سي با دو كي نهضر في لومبلوا راني نهضر على اكسبيرينس باسكو راني نخدم فيه قبل كنت نوريونتي ما كانش عندي ليكسبيرينس مي واحد كي يدخل للتيرا ويشوف بلي عندي الناس تعود تتامل في واش راك تقول دونك منها الخدمه عطاتني اكسبيرينس وعطاتني كريديبيليتي وانا الخدمه تاعي راني نسيي نبدلها لو ماكسيموم راني نتعلم منها باسكو كاين حوايج ما كنتش نعرفهم من قبل فهمت بزاف شغل كي تهضر في مداري وكي تطبق ولا كي تدخل للتيرا سي اوتر شوز كومبليتمون وكيفاش نقول لك ميم لي زاكتيفيتي تاع البينيفولا تاعي اتطوروا تخصصوا وراني نخدم على دوك شغل ميم التوجهات تاعي عاد بلوس اراج بلوس وومن امباورمنت يوث امباورمنت وومن امباورمنت في ليدرشيب في ستار يوث امباورمنت في الخدمه في الكارير في كيما دوكا لاكتيفيتي اللي رانا نديرو فيها دونك هذه هي الصفات تاعي وراح نفتح شغل القوس لي تيبس نو ديبونس باك